نبدأ سباحنا لليوم بنفس وبنفس رياضي عالي مع لعبة صار لها شريحة كبيرة من الممارسين والمشجعين بسوريا. سباحنا لليوم رح نبتدي مع اسم سوري حقق مشاركات خارجية واسعة بلعبة البولينج. أمير مارديني بطل الجمهورية بالبولينج وممثلة رسميا بالبطولات الخارجية، صار متواجد معنا أيضا ومعنا السيدة سهى الخيمي مديرة تسويق في مؤسسة تواصل للأعمال التجارية. أهلا وسهلا فيكم بصباحنا لليوم، يسعد صباحكم. يسعد صباحك يا رب. أهلا وسهلا ست سهى وأهلا وسهلا أمير. أمير بطلنا بالبولينج، خلينا نحكي يمكن عن أهم الإنجازات يلي قمت فيها، خلينا نحكي عن أهم المشاركات، خلينا نحكي عن يمكن دائما استمراريتك بحصولك على المراتب الأولى بهي اللعبة. هلا في انجازات او مشاركات خارجيه ومحليه. بالنسبه للخارجيه شاركت باكثر من بطوله عربيه وبطوله الصين الدوليه المفتوحه. عم بمثل سوريا بالبطولات الخارجيه صار لي تقريبا ما يقارب العشر سنين. البطولات المحليه كثير عملنا بطولات، منها وديه ومنها بطوله دمشق الرسميه وبطوله الجمهوريه عملناها اكثر من مره. وبال 2015 حققت لقب بطل الجمهوريه والحمد لله لهلا اللقب. لهلا اللقب مستمر. تمام. رح ننتقل لك سيدة سهى لنحكي عن مكاني، هذا ابلكيشن انتو من تصميمكم، خلينا نحكي عنه بالتفصيل ونشرح شو هو وكيف بلشت هيدا الفكرة. اول شيء انا مثل ما تعودت دايما اول ما بلش بقول صباح الخير سوريا، بشرفنا طبعا انه نكون معكم على هوا الاهلية سهلة. رح نعطيكم هيك لمحة بسيطة عن هيدا المشروع. المكان هو ابلكيشن تطبيق على الموبايل واول دليل طبعا ان الفخر انه هو صناعه سوريه بامتياز. صناعتنا نحن من شركتنا كمان، يعني هو ان هاوس، فنحن ما جبنا خبرات خارجيه، جبنا خبرات سوريه وهي اللي عملت هذا الابلكيشن. نحن سوري رح نتابع الحديث، خلينا بس نروح نشوف لقطات ونرجع نحن والمشاهدين. عاملين بطولة هي عبارة عن جولات شهرية وبتنتهي بآخر السنة. لهالبطولة هي بطولة البولينج، لعبة حلوة كتير بيلعبوها الصغار والكبار، ما لها متعلقة بعمر يعني. فنحن عاملينها للمشاركة انه عم يجتمعوا هالشباب كل شهر بنجمعهم مرة ونعمل هالبطولة هي وبيتسلوا فيها، ظريفة. انا من المشاركين باللعب هون، عدد المشاركين تقريبا 63 واحد وعاملين فيها نظام من 63 بيطلع بضل 16 وال 16 بضل هيك حتى يطلع اول ثاني ثالث رابع. هي عباره عاملينا كل شهر بنعمل فيها بطوله لشهر 12، شهر 12 عم ناخذ الماسترز الاول ثاني ثالث واعلى سكورات. فالمشاركه كثير حلوه وان شاء الله هيك الله يوفقنا بها الشباب الصغار الحلوين. بتلاقي اعجاب للشباب جيد يلي بيحب يلعبها، لانه هي لعبه بدون عمر، بيلعبها الصغير وبيلعبها الكبير، في اعمار كبيره يعني. في عندنا نحن اعمار بتبلش من 10 سنين تنتهي ب60 سنه. تمام، ما هي لعبه طابه ولا هي لعبه بينبون، لعبه انا بالنسبه لي من الصغير للكبير ممكن انه مين يلعبها. حبيت اللعبه، مارستها من زمان، من سنوات بمارسها، بعدين شوي شوي طورت اللعبه، صرت بالمنتخب. هي لعبه حلوه يعني ممتعه يعني جميله. يعني زميلتنا لينا شيبون كانت مبارح متواجدة، ما بعد ما تابعنا رح نكفي حديثنا معك سيدة سهى. كنا عم نحكي عن الابليكيشن مكاني، عن التفاصيل تبعه، نتابع حديثنا مع بعض. تمام، مثل ما حكينا انه مكاني هو تطبيق على الموبايل، هو اول دليل الكتروني سوري، بيجمع كل الفعاليات الاقتصاديه والتجاريه والخدميه بمكان واحد يلي هو مكاني. هو باختصار الدليل الاول
من نوعه على المستوى الخدمي. نحن عم نقدم خدمة بالأخير للمشترك وخدمة للمستخدم، هو صلة وصل للسوق السورية. فأنا بنصح كتير اليوم اللي لسه ما له محمل مكاني، من أصغر شاب أو صبية لأكبر رجل أعمال بسوريا، لازم هذا الدليل يكون بين إيدينا، لأنه هو اليوم البوصلة يلي ممكن تدلنا على شو في قطاعات موجودة بالأسواق التجارية. نحن كتير اشتغلنا عليه، بذلنا كتير من الجهد والتعب لحتى وصلنا لهون. اليوم هو داخل بالسنة الثالثة وعمره 3 سنين، وهذا الشيء كتير مهم لأنه الداتا اللي بقلبه قاعدة البيانات هي اللي تم يعني عملنا لها مسح من خلال فريق العمل اللي كان عبارة عن 100 شاب وصبية. نعم. زلنا على الأسواق وعملناه، فهو الدليل الداتا اللي بقلبه هي المهمة كتير، لأنه هي الداتا المحدثة خلال فترة الأزمة. نعم، ولما كان له علاقة كتير مبوابة لعبة البولينج. نحن خلقنا نحكي عن هيدا اللعبة وعن علاقتها مع الابليكيشن. أوكي، هلأ الهدف الأول نحن اليوم أنه نجمع أكتر عدد من المستخدمين، نزيد شريحة الناس اللي عم تستخدم هذا التطبيق. فخلقنا هاي الفكرة، البولينج هي رياضة موجودة من زمان، من العهد الفراعنة، وبتقريبا أواخر القرن 11 1800 تقريبا أنه هي صارت موجودة بإنجلترا، فمعروفة كتير على مستوى العالم. بس نحن عنا بسوريا ما لها كتير، ما لها أخذها الصدى القوي. يعني هي كتير رياضة مهمة لأنه ممكن تعمل على تعزيز القدرات الحركية والدماغية، يعني فيها كتير بذل مجهود. وأنا وقت عم كون موجودة معاهم بالبطولة عم شوف قديش عم يبذلوا مجهود كتير كبير لحتى يعني 12 ساعة لعب، هي ما قليلة أبدا. فاليوم بالإضافة لهذا الشيء على المستوى الاجتماعي كسوشيالي، إنه هي اليوم رياضة الجد ورياضة الحفيد، فهي عم تجمع العيلة. فأنت اليوم وقت عم تطلعي على البولينج عم تقضي وقت كامل مع عائلتك وعم تسوي شيء ممكن إنه يكون ترفيهي. الهدف تبعنا كما كاني نحن اليوم نزيد أكثر ما بنقدر عدد مستخدمين، نقدر نوصل لأكبر شريحة ممكنة. لازم أنه الكل يستخدم هذا التطبيق. فتواجدنا بهاي البطولة وخلقنا لها شيء اليوم أنه على يعني بالشهر يعني منكمل بالشهر, بالشهر لازم تكون مرة أنه عم تجتمع العيلة والأصحاب والأشخاص اللي مثل مستر أمير بنتشرف فيهم نحن. يعني اليوم بطل الجمهورية يكون معنا موجود بهي البطولة شيء أكيد بيرفع على أكيد يعني في هدف بتكون توصلوا له، وإن شاء الله يا رب رح توصلوا له بعد هاي الجهد. رح ننتقل إليك أمير ونحكي عن مشاركتك مبارح، كيف كانت المشاركة وشو النتائج؟ المشاركة مبارح كانت الحمد لله يعني مشرفة، بس كان في كتير مستويات كتير عالية، حاولت نافس، في ناس أبطال طلعوا بمراكز أولى، أنا للأسف ما توفقت مبارح، ما كنت متوفق لأكثر من ظرف، فطلعت مركز رابع. نعم أمير، اليوم لعبة البولينج بسوريا لوين وصلت؟ قديش يمكن في عالم عم تحب تلعب بولينج بس يمكن ما عندها المهارات أو ما عندها الشيء الأكاديمي أو الشيء الصحي يتعلموا هاي الرياضة، اليوم وين صرنا؟ يعني بالسنين اللي قبل أو السنة الماضية استضفناك وحكينا قديش يمكن عم تبذلوا مجهود لتسليط الضوء على هاي اللعبة ولا تدريب أكبر عدد ممكن من الناس، خلينا نحكي اليوم وين صارت. هلا لا شك انه خلال السنوات الاخيره تطورت شوي اللعبه نتيجه طبعا فتح صالات جديده، زياده رواد العالم لهي الصالات، ولفت نظر هالعالم لهي اللعبه. طبعا كثير ناقصتنا نحن الامكانيات والدعم سواء المادي او التجهيزات والمعدات مشان نقدر نطور اكثر من هاللعبه بشكل اسرع. بس ضمن الامكانيات المتاحه وصلنا لمرحله كثير متقدمه، والحمد لله عم بيطلع من بلدنا ابطال ومواهب جديده، كل فتره عم تطلع موهبه جديده والحمد لله عم بيثبتوا جدارتهم على ارض الواقع. تمام، يعني اكيد سوريا مو غريبه عليا انه تخلق ابطال مبدعين، عم نشوف بطولات كثيره بظل الظروف الحرب اللي نحن عم نعيش فيها، واكيد عم نشوف عقول، عم نشوف ابداع، وخصوصي بهذا الابلكيشن يلي قلتي لي عمره 3 سنين سيده سهى. خلينا نحكي كيف بديتوا الشغل فيه وقديش واجهتكم مصاعب ولكن انتم تجاوزتوها لهدف انه يخلص هذا الابلكيشن ويحقق الفائده بكل المجالات. هلا دراسات تنفيذيه لهذا المشروع اخذت 3 سنين، انطلقنا بالبدايه 2015 وكان بفضل الله معنا مجموعه من خيره خبره شباب سوريا. يعني نحن هذا المشروع كثير متوجه لدعم الشباب السوري،
فحققنا الشيء اللي بدنا اياه، انه كان معنا مثل ما عم اقول لك اكبر الخبرات الموجوده وما زالت، وكل ما له الفريق عم يكبر. فريق العمل اليوم وصل ل 200 شخص تقريبا، ما بين سوريا، ما بين دمشق وباقي المحافظات السوريه. فانطلقنا كثير انطلاقه حلوه وماشيين على نفس النهج، يعني نفس المنهج اللي احنا بلشنا فيه، انه هذا الابلكيشن بده يصير مثل ما عم قلك بكبسه زر توصلي انت للشيء اللي بدك اياه، لانه هو بيرسم لك خريطه كيف انت بدك توصلي للمكان اللي انت بدك تروحي له. من هون جاي المسمى اللي هو اسمه مكاني. انه انا اليوم موجوده هون بقناه الاخباريه السوريه، بدي انزل على سبيل المثال على جامعة دمشق، كيف بروح؟ بيوصلني هو عن طريق الخريطة. هذا الابليكيشن كتير مهم وكتير ضروري، واليوم مثل ما قلت لك عدد المشتركين زاد معنا أكتر، صار معنا أكتر من 50,000 مشترك، رقم ما له سهل أبداً إنه يكون معك فعاليات سورية كلها على مستوى البلد. وفضل الله الحمد لله عدد المشترك كمان المستخدمين عم يزيد أكتر وأكتر، وماشيين مثل ما عم قلك بنفس الرؤية إنه نحن اليوم يكون معنا أكبر عدد ممكن من اليوزرز. شريحة المستخدمين هي المهمة بالنسبة لنا، عشان هيك عم نتواجد بأكثر الإيفنتات اللي ممكن إنه تساعدنا لحتى نحن نجمع هاي النخبة وهذا هدول الناس كلهم يعرفوا شو هو مكاني وليش لازم إنه نكون نحن عم نستخدمه. نعم أمير، خلينا نحكي لأي حدا حابب أو بحب يتعلم لعبة البولينج، شو هي الشروط الأولى يلي لازم يكون حاصل عليها، أو شو هي الخطوات الأولى يلي بتدربون عليها؟ يعني من أول ما حدا يدخل هيك لعندك ما بيعرف شيء وبده يتعلم بولينج، احنا اول شيء هي رياضه بتعتمد على التركيز وفي مهارات معينه جسديه لازم تتوفر عند اللاعب. هي نحن بنميله اياها شوي شوي باول التدريب، بنكرر كثير الحركات اللي بندرب عليها اول شيء مشان تكون البرمجه اللغويه العصبيه تبع الحركه هي خلص اخذ عليها. هي ما بتتطلب قوه كثير، لا القوه بتفيد بس عدم وجودها كمان ما بيأثر. يمكن وقت نشلفها للطابه بقوه بتيجي برا. هلا هي النقطه اللي رايحه فيها الطابه بالضبط، النقطه اللي رايحه فيها الطابه هي بتلعب دور اكثر من القوه. بس القوه ممكن تساعد اكثر في حال الحظ لعب ضدك. وين نقطه التركيز تكون؟ ما بين البن او الانينه اللي بسموه بالعربي الانينه، ما بين البن الاول والثالث او الاول والثاني حسب كيف طريقه اللعب، كيف عم يلف الطابق او كيف عم يلعب ستريت. كيف نظر كيف التركيز بده يكون، كيف بتصوب يعني؟ هلا التركيز بيكون في اسهم بالارض بارض البولينج، في في نقط معينه بدك تلعبي عليها، فتركيزك بيكون عليها وبغض النظر عن البنات الموجوده. يعني تركيز فكري وذهني وجسدي. طبعا في توازن جسدي. تمام، رح ننتقل لك سيده سهى لنحكي عن الترويج يلي روجه مكاني هاد ابلكيشن للعبه البولينج. هلا اكيد كثير عم يكون في، احنا عاملين كثير هذا الايفنت على اعلى المستويات، عم نهتم من بدءا من التنظيم للاداره لحتى للماركتينج لحتى يطلع هو بالصوره الامثل لهي الرياضه اللي هي كثير مهمه اليوم. وانا بدعو من خلال قناتكم انه لازم اكبر عدد ممكن يكون موجود معنا، يعني اليوم اي حدا مهتم انه هو يكون موجود ببطوله البولينج فبيشرفنا هذا الشيء لو حتى كان هاوي. لازم اليوم نركز على هذا الشيء لانه الشباب السوري بحاجة انه يفرغ شوي طاقات في بهذا الموضوع. فاليوم اللي بيحس حاله انه هو عنده لو هواية انه يتفضل لعنا ونحن كتير بشرفنا. نعم، شو هي يمكن بقلب الابليكيشن، شو هو او خلينا نحكي كماركتينج، كيف عم تسوقوا للعبة البولينج او ملك الابليكيشن؟ اي حدا بينزله بينزل على الموبايل او على يعني اي تاب اي شيء حامله، شو هو الشيء اللي بيخلي الناس هي يمكن تنجذب للعبة البولينج؟ هلا اول شيء هو هذا الابليكيشن ممكن استخدامه على كل انظمة التشغيل، على الاي او اس وعلى الاندرويد. فنحن اذا معي ايفون ممكن انه يتحمل، معي ايباد ممكن انه يتحمل، معي اي موبايل اندرويد ممكن انه يتحمل. المشكلة دائما بالابليكيشن انه الابليكيشن ممكن ينزل مثل ما قلتي على الاندرويد وما ينزل على الايفون، فمكاني بينزل على الايفون بينزل على الايفون بينزل على الاندرويد. من خلال مكاني نحن اليوم في عنا نوافذ هي كلها اعلانيه، ممكن انه اي مشترك يكون موجود معنا بهي النوافذ من خلال بنرات ومن خلال صفحات اشتراك ومن خلال نوتيفيكيشن. موضوع الاشعارات كثير نحن مهم، فبطوله البولينج بحد ذاتها كوننا نحن هي الشركه الراعيه لها ومكاني هو مشروعنا، فاكيد نحن عم نروج لبطوله البولينج من خلال مكاني، من خلال هي النوافذ الاعلانيه عن طريق اشعارات بتوصل بشكل دوري انه نحن اليوم في عنا هاي البطوله، من خلال البنرات اللي هي موجوده كمان، من خلال صفحات التواصل الاجتماعي اللي هو الفيسبوك اليوم،
بنخلق صفحه لهذا الايفنت وبندعي عليه اكبر عدد ممكن وبنوصل مع الابلكيشن بنفس الطريقه. فهذا الشيء اللي عم يكون عن طريق الترويج، بالاضافه انه على الارض كمان نحن عم نحكي انه نحن اليوم عم منظمين لهي البطوله، فلازم انه تكونوا موجودين معنا. وبفضل الله الحمد لله يعني صار معنا اكثر من 60 مشترك لهلا. نحن هلا بالجوله الخامسه صرنا لبطوله البولينج، بلشنا وماشيين فيها لاخر السنه، وباخر السنه حيكون في جائزه كبرى ل يلي بيحصل اكثر عدد نقاط على مستوى ال 12 شهر. اللاعب اللي بياخذ هو المركز الاول او بيكون نقاطه هي الاعلى حيكون في له جائزه كثير مهمه، وان شاء الله يا رب ماشيين يعني مستمرين بهذا الموضوع ان شاء الله. امير، في مستويات مهمه بالبلد، ويمكن مثل ما ذكرت من شوي انه امبارح كانت اللعبه كان في منافسه يعني، حتى كيف عم نشوف يعني تقدم لعبه البولينج بسوريا؟ كيف عم نشوف عندنا شباب ممكن يكونوا ببطولات عالميه؟ طبعا طبعا اكيد عندنا قدرات. طبعا اكيد هلا كثره البطولات اللي عم نعملها هي بتزيد احتكاك اللاعب مع اللاعبين الآخرين، بتزيد الخبرة تبعه، بالتالي هو لحاله عم بيتطور بدون مساعدين. في ناس معينة مثلا حابة توصل لهدف معين أو تصير محترفة، يعني تطلع من مستوى الهاوي، فعم تلجأ لأشخاص معينين عم بيساعدوهم بكتير شغلات، ومع نتيجة الاحتكاك والبطولات اللي عم تصير كمان عم بيقوى تركيزه أكتر وبتقوى ثقته بالنفس أكتر وبيكسر حاجز الخوف تبع البطولات. نعم سيدة سهى، يعني بعد ما تعرفنا على هذا الابليكيشن ان شاء الله يا رب يحقق الفائدة لكل يلي هلأ عم يشوفونا، يعني اللي بدهم ينزلوا لهذا الابليكيشن. كلمة أخيرة منك يعني لكل يلي عم يشوفك هلأ ويتابعك. الكلمة الأخيرة اللي بقولها إنه بنصح تستلموه، مستخدم مكاني أو ما بيعرف عن مكاني لازم نحمله عن طريق روابط التحميل الخاصة فيه، عن طريق صفحتنا على الفيسبوك، عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص فينا. أنا حأذكرهم هيك باختصار وبسرعة، ممكن إنه نحمله عن طريق الموقع الإلكتروني اللي هو www.makanisyria.com أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك facebook-makanisyria أو من خلال التواصل معنا على رقمنا الرباعي 9297. بشرفنا أكيد تكونوا كلكم معنا، ونحن بحاجة اليوم لدعمكم لنضل ماشيين مستمرين، ومكاني حتلاقوه بكل مكان بإذن الله. أكيد أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، شرفتينا أمير. نحن بدنا نتمناك تضل دائما بالمراكز الأولى ومتربع يمكن على عرش البولينج، ويمكن عم تعطي هي الخبرة لأجيال وأجيال. شكرا كثير لك بطل سوريا بالبولينج. شكرا كثير لك أمير. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. ويسعد صباحكم مرة ثانية. شكرا كثير.